كيف تتعامل مع الكذب؟ أحبائي من أفسس القديمة، بحييكم باسم الرب يسوع، ورح نكمل دراستنا في هذا الموضوع. أنا موجود على الطريق الروماني القديم في منطقة الأجورا، اللي هي الساحة العامة أو السوق العام، لكن من الجهة العليا، في عدة طرق، وكانت مقسمة في أيام الرومان تقسيم جميل جدا. هذه المنطقة العليا اللي فيها البيوت، المنطقة السفلى اللي كان فيها الحياة بالتحديد للأفسسيين. فمثلا تستطيع أن ترى الجيمنازيوم، الأوديون، المسرح الفني، بتشوف البازيليكا اللي كان بيت القضاء، في محافل بيتعاملوا في قضاياهم وأمورهم وقراراتهم. تستطيع أن ترى معبد الإلهة روما والإلهة فيستا، بتشوف كل المنطقة مع الأعمدة والتماثيل، والبلد القديم بتعبر عن حضارة روما. أنا بدعوك معي لتشاهد هذه الحلقة عن هذا الموضوع المهم.